بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ قاعدة النهاردة قاعدة من القواعد السهلة قوي 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 والمهمة جدا جدا واللي لازم تيجي في الامتحان كل سنة. قاعدة أزمنة المستقبل أو الـ Future Forms، أشكال المستقبل المختلفة. الحقيقة أنه المستقبل طول عمرك بتدرس أن المستقبل وله المصدر will زائد المصدر، إنما بعد كده عرفت أنه في حاجة اسمها am أو is أو are going to زائد المصدر. بعدين عرفت انه لا ده في المستقبل باستخدام المضارع المستمر اللي هو ام او اذا او ار زائد الفعل زائد جي. وبعدين عرفنا انه ممكن استخدم المضارع البسيط الفعل زائد اس على انه مستقبل، فبنفاجئ ان اشكال المستقبل كتير. ده غير ان النهارده هنتكلم كمان عن زمانين مستقبل كمان اللي هما المستقبل المستمر والمستقبل التام. المهم دلوقتي هو انا امتى بستخدم will وامتى بستخدم going to، امتى بستخدم مضارع مستمر وامتى بستخدم المضارع البسيط علشان اعبر عن المستقبل. قاعدة سهلة قوي وهبدأ معاك بول والمصدر. بص يا سيدي العزيز، أول حاجة هتكلم مع حضرتك فيها هي إمتى بستخدم will زائد المصدر. البداية will زائد المصدر، إمتى بستخدم will؟ will طبعا معناها سوف، ولما نحب ننفي بنستخدم will not أو want WON'T. استخدامات will المثبتة زي استخدامات want المنفية، الإثبات والنفي والسؤال كلهم زي بعض بنفس الاستخدامات. عندي 10 استخدامات لويل، قول لي مستر واحدة واحدة كده من استخدامات ويل. 1 قرار سريع. قرار سريع يعني ايه قرار سريع؟ يعني مثلا انا قاعدة لو انت دلوقتي والتليفون رن فجأة، فانا بقول لك ايه، the phone is ringing، التليفون بيرن، I will answer، اروح ارد. هنا انا خدت قرار الرد على التليفون من قد ايه؟ هل كنت ناوي قبلها بشهرين ثلاثة او بسنة ان انا ارد على التليفون، ولا ده قرار اتخذته دلوقتي؟ برافو عليك، قرار سريع. فيبقى بستخدم will والمصدر مع القرار السريع، زي مثلا the doorbell is ringing، جرس الباب بيرن، I will open، هروح افتح. زي مثلا لما اقول لك I'm hungry I will have a sandwich، او ما اخد ساندويتش. It's so hot I will turn on the air conditioner، هولع التكييف. يبقى انا هنا كده بتكلم مع حضرتك عن قرار اخدته دلوقتي من غير اي سابق نية او خطة. يبقى will والمصدر مع القرار السريع، وقلنا ان القرار السريع زي مثلا the phone is ringing، the phone التليفون is ringing، التليفون بيرن، I will answer، أنا هرد. القرار ده يا فندم أنا أخدته حالا دلوقتي. أدي أول استخدامات لويل. الاستخدام الثاني لويل تنبؤ بدون دليل. يعني إيه يا مستر تنبؤ بدون دليل؟ يعني واحد قاعد يا فندم بيفتي يقول لك بص بدون دليل، بدون دليل. يعني واحد يقول لك مثلا إيه، مصر هتاخد كاس العالم اللي جاي. أهلا وسهلا لكل حاجة، بس هناخد قلنا وصل يعني واحدة واحدة علينا كده. فهنا هناخد كاس العالم ده موضوع كبير قوي، فهنا المفروض انك بتتنبأ بدون اي دليل على كلامك. لما نقول مثلا انه صلاح هياخد احسن لاعب في العالم السنه الجايه، يا ريت يا سيدي انا بتمنى، بس فين الدليل؟ لما نقول مثلا ايه، بص كده بره اقول لك على فكره هتمطر النهارده، يا سيدي العزيز حضرتك مش ماسك الحنفيه. فهنا التنبؤ بدون دليل بستخدم معاه will والمصدر، زي مثلا الجمله المشهوره قوي it will rain، هتمطر. هنا تنبؤ بدون اي دليل على كلامه، prediction تنبؤ، انما ما فيش expectation توقع، انما ما فيش دليل عليه without proof من غير دليل. الاستخدام الثالث لول والمصدر حقائق مستقبلية. يعني ايه مستر حقائق مستقبلية؟ حقائق مستقبلية عزيزي اللي هو حاجات ليها علاقة بالعمر بالايج. لما اقول لحضرتك مثلا انا هكمل السنة اللي جاية 43 سنة، انا بتكلم مع حضرتك عن حقيقة هتحصل غصب عني وعنك، حتى لو كنت ميت فهيقعدوا يقول لك الله يرحمه كان زمانه 43 دلوقتي. لما اقول لك فلان هيكمل 15 سنة الاسبوع الجاي، هيكمل لما حقيقة مش هينفع تجي تفصل معايا تقول لي يا عم خليهم 17، ما فيش كده. فبالتالي اذا كنا بنتكلم عن العمر او الحقائق المستقبلية بنستخدم will والمصدر، زي مثلا I will be، سوف اكون، سوف اصبح، 43 next week الاسبوع الجاي. ده الاستخدام الثالث. يبقى قلنا ثلاث استخدامات لغايه دلوقتي، قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبليه. الاستخدام الرابع والخامس عكس بعض. الاستخدام الرابع عرض، والاستخدام الخامس طلب. لما اعرض على حضرتك عرض او اطلب من حضرتك طلب بستخدم will والمصدر، زي مثلا I will buy you
a sandwich. هشتري لك ساندويتش بعرض عليك. I will help you. هساعدك. أنا بعرض عليك المساعدة أو بطلب منك طلب مثلا. Will you help me؟ ممكن تساعدني. في المرتين استخدمت will. يبقى أنا كده بستخدم will لغاية دلوقتي في خمس حاجات. قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية، عرض وطلب. نحفظهم تاني مع بعض. قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية، عرض وطلب. هنحفظهم أنا وانت ما تقلقش، وهتلاقي نفسك مع نهاية الحصة حافظ كويس قوي. الاستخدام السادس تهديد. لما اكون بهدد حد اقول له يلا هضربك، يلا هعاقبك، يلا هقتلك. I will kill you. هقتلك، انا بهدده. يبقى هنا بستخدم will والمصدر لما اجي اهدد حد. I will kill you. طب كويس قوي. عكس التهديد ان اوعدك ببعض، ادي لك وعد وعود. ان اقول لك مثلا I will buy you a new phone. هشتري لك تليفون جديد لو جبت مثلا الدرجة النهائية. I will buy you a new phone. شبه العرض شوية. وان كان العرض ما اكون مثلا بستخدم العرض لما اقول لك I will help you. هساعدك. I will do the homework for you. بيبقى اقرب ان انا هعمل لك حاجه مش هشتري لك حاجه. يعني الاقرب ان انا استخدم I will buy you a sandwich دي في الوعود. يعني ماشي اوكي، بس I will buy you a new phone وعود. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي ايه؟ قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبليه، عرض وطلب، تهديد وعود. الاستخدام الثامن لويل تحذير باستخدام اور. تاني يا مستر، تحذير باستخدام or او كلمه اسمها otherwise يعني والا. بص، you should او you must drive carefully. لازم تسوق كويس بحرص. or you will have an accident. هتعمل حادثه. study hard. ذاكر كويس. or you will fail. او هتفشل. هنا انا بحذرك باستخدام كلمه or. اعمل كذا والا هيحصل لك كذا. يبقى هنا بقول لك مثلا study hard. ذاكر كويس. or والا you will fail. هتفشل. الاستخدام رقم 9، الحالة الأولى من قاعدة F. الحالة الأولى من قاعدة F اللي هي مستر، الحالة الأولى من F اللي هي F مضارع بسيط ويل زائد المصدر. F مضارع بسيط ويل زائد المصدر، أهو أدي F وبعدها المضارع. النص التاني من الجملة بيبقى ويل أو كان أو مي، بس كانت ويل واحدة منهم، ويل زائد الإنفينيتيف زائد المصدر. إديني مثال. If you study hard، لو بتذاكر كويس. You will pass the exam. هتنجح في الامتحان. هايل جدا. فاضل الاستخدام العاشر والاخير لاستخدامات will مع بعض الكلمات. في شوية كلمات كده مع بعض الكلمات، في شوية كلمات كده معينة بتيجي دايما مع will، زي مثلا I think اعتقد، I'm sure انا متأكد، I suppose افترض، probably محتمل، possibly من الممكن، perhaps ربما. الكلمات دي دايما بتيجي مع will. يبقى عايزك تحفظ كده الاستخدامات العشرة لويل. قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية. هنسميهم الثلاثة الكبار. قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية. نبدأ نستخدم ايدين الاثنين بقى. عرض وطلب، تهديد وعود، تحذير باستخدام اور. عايز صباعك ده عشان انا بحذره. تحذير باستخدام اور، نفس الصباع بقى والحاله الاولى من قاعده اف ومع بعض الكلمات. احنا مش بنعمل شعريه بتاع، مش بنعمل كشري، مش بنعمل حاجات يعني، تمام؟ احنا ولا كنافه، لا احنا بنحفظ. تاني، احفظ معايا كمان مره. قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبليه، عرض وطلب، تهديد وعود، تحذير باور الحاله الاولى من اف ومع بعض الكلمات. قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية، عرض وطلب، تهديد وعود، تحذير باستخدام اور والحالة الأولى من قاعدة اف ومع بعض الكلمات. دي استخدامات ويل. عظيم جدا. عرفنا مثل استخدامات ويل. تعالى نراجعهم انا وانت مع بعض كده على البورد كمان مرة. اهو، قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية، عرض وطلب، تهديد وعود، تحذير باستخدام اور او otherwise والا، والحالة الأولى من قاعدة اف ومع بعض الكلمات، زي I'm sure و I suppose و probably و perhaps و possibly وهكذا. دي استخدامات ايه يا فندم؟ استخدامات will. طب تعالى نروح بقى على استخدامات going to. امتى بستخدم going to؟ الحاجة التانية اللي هتكلم مع حضرتك فيها هي am او is او are going to
زائد المصدر. امتى بستخدم am او is او are زائد going to زائد المصدر؟ ثلاث استخدامات بس يا مستر. ثلاث استخدامات بس. واحد بس خليك معايا انت هنا هتركز، هما هيبقوا احنا هنقول عليهم ثلاثة وممكن نقول عليهم خمسة وهقول لك ليه حالا دلوقتي، بس افتكر دايما ان going to عكس will. will مش كانت قرار سريع، يبقى going to عكسها، قرار مسبق، قرار مقرره من بدري او خطة او نية. فعشان كده انا كنت بقول لك يا اما ثلاثة يا اما خمسة. ممكن اعتبر ان قرار مسبق وخطة ونية دول حاجة واحدة، ثلاثة زي بعض، قرار مسبق مقرره من بدري او خطة مخطط لها من بدري او نية نويها من بدري. كده لو هعتبر الثلاثة دول واحد يبقى فاضل اتنين، لو هعتبرهم ثلاثة يبقى فاضل اتنين يبقى خمسة. عموما تعالى نعتبرهم ثلاثة ونقول اول استخدام قرار مسبق. مستر يعني ايه قرار مسبق؟ يعني انا مقرره من بدري. طب ده بيجي مع كلمات ايه؟ بيجي مع كلمات I have decided، انا مقرر يا فندم، والله انا مش دلوقتي، لا ده انا I have decided من بدري. يعني I have made up my mind، انا مقرر. I have made up my mind، لا ده انا واخد القرار بتاعي من بدري قوي. I have made a decision، يا فندم انا واخد قراري والله الموضوع من بدري. يبقى هنا ده مش قرار سريع عكس will. I have made a decision، decision يعني قرار. يبقى كده رجالة احنا بنتفق مع بعض ان اول استخدام من going to عكس will. will كان قرار سريع دلوقتي، لكن going to قرار مسبق. لما الاقي واحدة من الكلمات دي اعرف ان في قرار مسبق. عشان كده مثلا تلاقيني اقول لك مثال، اقول مثلا I have decided، انا والله مقرر من بدري. I have decided، وبعد ما اقول I have decided اقول I am going to، انا سوف play، هلعب. عرفت منين انك هتستخدم going to هنا؟ عشان عندي have decided اللي معناها ان الراجل ده مقرر القرار ده من بدري، مش قرار لحظي، لا ده قرار مسبق. الاستخدام الثاني ل going to الخطة. لما الاقي كلمة plan، plan يعني خطة او يخطط، اول ما الاقي كلمة plan يعني خطة او يخطط اعرف ان الراجل ده برضو مخطط من بدري، ما هوش قرار مسبق. فالمثال يقول لك مثلا ايه I plan، والله انا راجل مخطط خطتي. I'm going to، اول ما اشوف plan على طول اعرف ان في going to. I'm going to travel، انا هسافر لان في خطة نعملها. يبقى هنا خطة الاستخدام التاني ل going to. الاستخدام التالت ل going to النية. النية زي الخطة. لما الاقي كلمة intend يعني ينوي، او intention يعني النية، والله انا عندي intention او انا ناوي I intend، اول ما الاقي كلمة من الكلمتين دول اعرف ان في going to. ناخد مثال اهو I intend، انا ناوي to play اني العب، يعني من الاخر I'm going to play، هي نفس الفكرة I'm going to play. عظيم جدا، مركز يا شباب معايا. يبقى انا كده قلت لحد دلوقتي كم استخدام لجوينج تو؟ ثلاثة، قرار مسبق وخطة ونية، والحقيقة ان الثلاثة زي بعض. الثلاثة عكس ويل، في ان ويل كانت قرار سريع، لكن الثلاثة دول قرار مسبق وخطة ونية، يعني حاجة انا مقررها من بدري ومخطط لها من بدري ونويها من بدري، مش بتاعت حمائي، لأ نويها اللي هي جوينج تو. وبالتالي الثلاثة دول زي بعض عكس القرار السريع. حلو قوي. اول ما بلاقي الكلمات اللي مكتوبة بالابيض دي اللي هي كلمة I have decided او I have made up my mind او I have made a decision او plan او intend او intention اعرف ان في going to. حلو عظيم. طب going to انت قلت لي انها عكس will، كانت عكس will في ايه كمان؟ قال لك ما هو will كانت تنبؤ بدون دليل، يبقى going to تنبؤ بدليل. يبقى نقول كمان مرة الاستخدام الرابع لجوينج تو التنبؤ بدليل. يبقى ده كده نكتب عليه رقم 4 التنبؤ بدليل. prediction with a proof، التنبؤ بدليل. تلاقيه يقول لك ايه مثلا؟ تلاقيه يقول لك مثال، يقول لك he is studying، والله هو راجل بيذاكر، بيذاكر كويس. he is going to succeed، هو هينجح. عايز اسال حضرتك سؤال مهم قوي. لو انا قلت لك هي از كليفر مكان هي از ستادينج، هي از كليفر، هل تنفع دليلي يخليني اقول جوينج تو؟ انا هنا لما قال لي بيذاكر فتنبؤ بدليل، فعشان قال لي بيذاكر فتنبأت انه هينجح. لكن لو كان شال كلمه بيذاكر وحط لي كلمه الراجل ده كليفر، الراجل ده شاطر، هل كان ينفع تنبؤ بدليل؟ لا. ليه؟ احفظ دي كويس قوي. الصفات الشخصيه اللي انا وانت مولودين بيها، مش حاجه اشتغلنا عليها، لا ده احنا اتولدنا كده. الصفات الشخصيه لا يعتد بها كدليل. مثلا تقول لي الولد ده لاعب سريع جدا،
ما ينفعش اقول لك he is going to be سوف يكون مثلا a football player او footballer لاعب كره مشهور. ليه؟ لانه سريع دي صفه مولود بيها، ما هياش دليل. الدليل لازم يبقى بيعمل حاجه، بيذاكر، بيتمرن، بيجتهد. الصفات الدائمه لا اعتقد بها كدليل. كمان ممكن اعتبر الصفات المؤقته دليل. يعني ايه الصفات المؤقته؟ لما اقول لك مثلا ايه فلان is happy he is going to laugh، ما فيش حد اتولد happy، انت فاهمني ازاي؟ يبقى الصفات اللي انا بتولد بيها بس هي اللي ما تنفعش دليل. انما لما اقول لك هابي سعيد، لا ما فيش حد مولود هابي اصلا، انت فاهم انا بتكلم في ايه. فينفع هنا يبقى دليل، وساعتها اقول is going to laugh او he is sad he is going to cry، هو حزين وهيعيط. ما حدش مولود حزين اصلا. فبالتالي التنبؤ بدليل بيكون يا اما بانه يكتب لك فعل، يا اما بانه بيكتب لك صفة مؤقتة مش دائمة. طيب ده كده رقم 4. طب رقم 5، الاستخدام الخامس لجوينج تو. قال لك الاستخدام الخامس لجوينج تو مع كلمات التحذير. تقول لي الله مستر، مش كلمات التحذير دي اللي احنا قلنا عليها التحذير بأور او اذر وايز اللي هي بتاعت ويل؟ اقول لك لا، انا اقصد الكلمات بتاعت التحذير دي اللي هي كلمة واتش اوت احذر، لوك اوت احذر، بي كيرفول خد بالك، تيك كير بس مش تيك كير يا بيبي، ها تيك كير خد بالك، كل دي كلمات تحذير بحذرك. طب ليه بعتبر الكلمات التحذير دي تنبؤ بدليل، او ليه بعتبر ان الكلمات التحذير دي بتيجي مع جوينج تو؟ هقول لك، انا مثلا شايف واحد واقف في نص الشارع والعربيه هتخبطه، فانا عايز اتنبأ ان العربيه هتخبطه، عايز اقول له العربيه تخبطك، هل ده تنبؤ بدليل ولا مش دليل؟ لا في دليل. ايه الدليل؟ ان هو واقف في نص الشارع والعربيه جايه بسرعه، ولو فضل واقف العربيه هتخبطه، يعني التنبؤ بدليل، يبقى جوينج تو. طب تعال نقول له كده، لو انا قعدت اقول له you are standing in the middle of the street and the car is coming fast from behind if you stay still in the middle of the street the car is going to hit you. ايه ده؟ انا سامع عربيه الاسعاف بتشيل المرحوم، الراجل مات، حضرتك قعدت تحكي له الدليل والعربيه شالته، انت بتعمل ايه يا فندم؟ ريح نفسك وقول له واتش اوت احذر، the car is going to hit you. Be careful, you are going to fall. هتقع. Watch out, you are going to cut yourself. هتجرح نفسك. هنا أنا بستخدم watch out و be careful و take care و look out كلمات تحذير بديلة عن أني أقعد أحكي الدليل، لأن الموقف لا يحتمل أنك تقوله الدليل، إنما هو تنبؤ بدليل. يبقى كلمات التحذير دي تستخدمها مع going to لأن يعتبر فيه دليل، بس أنا مش كاتب الدليل وكاتب مكان الدليل إيه؟ كلمات التحذير. يبقى بستخدم going to في 5 حاجات، تعالى نراجعهم انا وانت مع بعض. القرار المسبق، الخطه، النيه، التنبؤ بدليل، ومع كلمه التحذير. الثلاثة الاولانيين يعتبروا حاجه واحده، قرار مسبق وخطه ونيه، والاثنين الثانيين يعتبروا حاجه واحده اللي هم مين؟ اللي هم التنبؤ بدليل وكلمات التحذير، لان احنا قلنا ان كلمات التحذير تعتبر تنبؤ بدليل. يبقى كده رجاله، لو انا مثلا لقيت في الجمله واحد بيقول لي واتش اوت، اعرف على طول ان انا هقول you are going to كذا مثلا، خد بالك you are going to fall هتقع، خد بالك هتقع you are going to fall. ويبقى كده خلصنا استخدامات going to. تعالى راجع انا وانت مع بعض على will و going to. will قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية، عرض وطلب، تهديد وعود، تحذير باستخدام or والحالة الاولى من if وما بعض الكلمات. going to قرار مسبق وخطة ونية، وتنبؤ بدليل ومع كلمات التحذير. تعال نقول الشكل الثالث من أشكال المستقبل اللي هو المضارع المستمر. الشكل الثالث من أشكال المستقبل هو المضارع المستمر اللي هو am أو is أو are زائد الverb زائد ing. تعال نقول كمان مرة كده، الشكل اللي جاي دلوقتي هو المضارع المستمر اللي هو عبارة عن am أو is أو are زائد الverb زائد ing. مستر هو مش ده المضارع المستمر اللي يعبر عن حدث مستمر الآن في الحدوث؟ أقول لك بس ليه استخدام تاني إنه ينفع مستقبل. إمتى بستخدم المضارع المستمر ده على إنه مستقبل؟ هقول لك استخدامات المضارع المستمر على إنه مستقبل. واحد، إذا كنا أخذنا خطوة ناحية التنفيذ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك حجزت التذاكر، فجاي تقول لي والله انا I have bought the tickets، انا حجزت التذاكر. ما ينفعش هنا تقول لي I will travel. ليه؟ لان will قرار سريع،
انت حاجز تذاكر وتذاكر في جيبك، يبقى زي واخد قرار دلوقتي انك تسافر، وما ينفعش جوينج تو. ودي الحته المهمه قوي اللي عايزك تركز معايا فيها، الفرق ما بين جوينج تو والمضارعه المستمره عامل ازمه كبيره قوي للطلبه، عايزك تسمعها مني ومش هتنساها ابدا طول عمرك. يا جماعه جوينج تو ده واحد ما انتخ في بيتهم بيخطط وبيفكر بس، ما بيعملش اي حاجه تاني خالص. يعني ايه؟ يعني راجل كسول بيخطط بس، بيتخذ قرارات بدماغه، ما بيطبقش على ارض الواقع، ما بينزلش يترجم الخطوات دي والتخطيط ده لخطوات ياخدها في الشارع. انما المضارع المستمر اللي بيتكلم عنه دلوقتي هو واحد عملي بينزل الشارع ويعمل حاجات. باختصار وبساطه ينفع مثلا اقول لك ماي ويننج بارتي از تومورو، فرحي بكره، وينفع اكمل معاك كلام اقول لك اي ام جوينج تو جيت ماريد، سوف اتزوج. انت عارف يعني ايه جوينج تو؟ جوينج تو يعني بخطط بس. لو انت سالتني وقلت لي مستر طب انت دلوقتي بتقول فرحك بكره وهتتجوز، طيب تعالى نسال اللي بيقول كده، طب انت حضرتك بتخطط حجزت قاعه؟ يقول لك لا انا مخطط فرح بكره، خد بالك. ها تقول له طب تعالى جهزت بقى العربيات واشتريت الفستان واشتريت البدله؟ يقول لك لا 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 انا مخطط، دي خطه ونيه بس. جوينج تو ما بيقول لي جوينج تو دي. هقول له طب عزمت الناس؟ يقول لي لا انا مخطط. طب طبعت الدعاوي؟ لا لا انا مخطط. طب شفت بقى الدي جي بقى؟ لا انا مخطط. طب حضرتك عملت ايه بقى؟ انت خطبت يلا ولا مخطط؟ يعني مش فاهم، انا مش شايف حاجه خالص، انت ما عملتش حاجه. هنا ما ينفعش ابدا استخدم جوينج تو مع الفرح. ليه؟ لان المناسبات محتاجه ايه؟ ترتيبات، مش محتاجه خطط. انت فهمت الفرق ما بين جوينج تو والمضارع المستمر؟ المضارع المستمر هنا هو اللي ينفع، يقول لك اي ام جوينج اي ام جيتنج ماريد، جيتنج مضارع مستمر، اما واذا ار بالفعل زي جي، لان المضارع المستمر هو اللي ينفع مع الحاجات اللي انت خدت فيها خطوات ناحيه تنفيذ، نزلت الشارع عملت حاجات. فيبقى الرحلات والافراح وحفلات واعياد الميلاد، الحاجات اللي محتاجه انك تعمل خطوات، انك تنزل، انك تعمل ترتيبات، هي دي اللي بنستخدم فيها المضارع المستمر. انما بتاع جوينج تو ده ولد بيخطط، ما بيعملش حاجه غير انه بيخطط، قاعد يفكر بس، ما بياخدش اي خطوات ايجابيه. وده الفرق الكبير ما بين جوينج تو وما بين المضارع المستمر. تاني هسالك سؤال، لو انا بقول لك فرحي بكره، ينفع اقول لك ويل اي ويل جيت مارد؟ هتقولي لا ويل ده ايه، قرار سريع، انا قررت دلوقتي ان اتجوز، وفرحي بكره يستحيل يا فندم. طب ينفع جوينج تو؟ لا، جوينج تو دي خطط، وانا الفرح مش ممكن يبقى بخطه ابدا، الفرح محتاج ترتيبات. الترتيبات مضارع مستمر، هقول اي ام جيتنج مارد، هتجوز، استنى كده. يبقى انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك رقم واحد واثنين وثلاثة وعايزك تركز معايا. واحد اذا كنا خدنا خطوه ناحيه التنفيذ، اثنين لو وجدت كلمة arrange أو arrangements أو prepare أو preparations، إعدادات أو تجهيزات. استنى هكمل لك وأشرح لك وهوضح لك. ثلاثة مع المناسبات، الأفراح، حفلات، رحلات، اعياد ميلاد، وهكذا. مش ملاحظ حاجه؟ التلاته حاجه واحده. ما الحاجه اللي انا خدت فيها خطوه ناحيه التنفيذ هي الحاجه اللي انا عملت لها arrangements او arrange او prepare او preparations، رتبت لها. هي الافراح والحفلات والرحلات، ما كلهم في النهايه حاجات محتاج ان انا انزل الشارع واعمل. يبقى التلات استخدامات للمضارع المستمر يعتبروا نفس الحاجه، اللي هي حاجه خطوه فيها ناحيه التنفيذ. تلاقيه يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك اي باكد ذا باجز، يا باشا انا رتبت شنطي. هنا ما ينفعش اي ويل لانه مش قرار سريع، ده مرتب الشنط. ولا ينفع جوينج تو، لان جوينج تو ما كانش قام عمل حاجه، لا ده عمل حاجه، ده رتب الشنط. جوينج تو ده بتاع الواد اللي بيخطط بس ما يعملش حاجه في حياته. يبقى هنا هيقول اي ام ترافلنج. تعالى ناخد امثله كده على الموضوع ده اهو، ركز معايا هنا. هنا مثلا يقول لك اي باك the bags، انا رتبت الشنط. I'm traveling، عمل خطوه رجاله، فبالتالي استخدمنا المضارع المستمر. لو وجدت كلمه arrange يعني يقول لك مثلا I arranged everything، يا فندم انا رتبت كل حاجه. I arranged everything،
مرتب كل حاجة خلاص. I am opening my new company. أنا خلاص هفتتح الشركة. مرتب كل حاجة يعني إيه؟ يعني خد خطوات ناحية التنفيذ. اشترى المبنى وشطبه وفرشه وجاب المكاتب وعمل انترفيو للموظفين وكل حاجة، والناس قاعدة على مكاتبها، وهفتتح الشركة بكرة. I am opening. خلاص أنا خدت خطوات. I am opening my new company tomorrow. هفتتح الشركة بتاعتي بكرة. I am opening my new company. ومع المناسبات زي مثلا my wedding party، حفل زفافي. my wedding party is tomorrow. I'm getting married. هتجوز. برضو استخدمت المضارع المستمر. يبقى لو انت مركز ولماح هتلاقي ان المضارع مستمر تقريبا التلات استخدامات واحده، خدت خطوه ناحيه التنفيذ او مع كلمه arrange وarrangements اللي هي ترتيبات اللي هي الخطوات برضو ناحيه التنفيذ، او مع المناسبات اللي هي محتاجه ترتيبات وخطوات ناحيه التنفيذ. دي التلات استخدامات للمضارع المستمر. في استخدام رابع انك بتستخدمه للاعتذار وتقديم مبررات، هقولها لك بعد شويه، بس افتكر معايا ان الاستخدام الرابع هيتكتب بعد شويه للمضارع المستمر لتقديم الاعتذار والمبررات. لغايه دلوقتي انا وانت اتكلمنا مع بعض في ويل والمصدر، قرار سريع، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبليه، عرض وطلب، تهديد ووعود، تحذير بؤور، والحاله الاولى من قاعدة اف، ومع بعض الكلمات going to قرار مسبق وخطة ونية وتنبؤ بدليل ومع كلمات التحذير. المضارع المستمر حاجة خدت فيها خطوة ناحية التنفيذ، كلمة arrange وarrangements وprepare وpreparations مع المناسبات الافراح والحفلات والرحلات. حلو قوي. الاستخدام او الشكل الرابع من اشكال المستقبل هو المضارع البسيط. الشكل الرابع المضارع، ايه بقى المضارع البسيط ده يا مستر؟ اللي هو الفعل زاد اس في حالة المفرد، او الانفينيتيف في حالة الجمع، او اي فيرب زائد اس او الانفينيتيف. ده المضارع البسيط. امتى بستخدم المضارع البسيط ده علشان اتكلم في المستقبل؟ في حالة واحدة بس، اللي هي ايه؟ في حالة الجداول الزمنية الثابتة. حالة الجداول الزمنية الثابتة يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول لحضرتك مثلا مواعيد القطارات والطائرات والامتحانات والمباريات والبرامج التلفزيونيه، الحاجات اللي ليها جداول زمنيه ومعمول لها جدول ومكتوب لك الساعه، الساعه كذا هيحصل كذا، الساعه كذا القطر هيطلع، الساعه كذا المباراه هتبدا، الساعه كذا الامتحان هيبدا، الحاجات دي يا رجاله بنستخدم فيها المضارع البسيط. مثال على ده اهو ذا اكزام، الامتحان ستارتس هيبدا. اخدت لي انت بالك ان كتبت starts عشان ده ليه جدول محطوط starts at 9، الامتحان بيبدا at 9 o'clock الساعه 9. طالما كتب لك الساعه وبيقول لك ان في حاجه ليها جدول زمني زي exam، يبقى بستخدم المضارع البسيط. كده الاربع اشكال قلناهم بتوع المستقبل. تعال بقى نتكلم عن زمن اسمه المستقبل المستمر، ثم نتكلم عن المستقبل التام. ركز معايا دلوقتي حالا اهو الشكل اللي بعده، المستقبل المستمر. المستقبل المستمر ده اللي هو عبارة عن ايه؟ المستقبل المستمر او الفيوتشر كونتينيوس اللي هو عبارة عن will be والverb plus ing. will be والفعل متضاف له ing، ده شكله. المستقبل المستمر يا شباب بستخدمه في ايه؟ ركز معايا بقى وخد بالك من كل حرف. واحد للاعتذار وتقديم المبررات. مستر بس انت قلت لي من شويه ان الاعتذار وتقديم المبررات ده اللي هو المضارع المستمر. اه هو والمضارع المستمر، يعني هما الاثنين زي بعض في الحته دي، هو المضارع المستمر بيستخدموا في الاعتذار وتقديم المبررات. يبقى انا عندي زمانين او شكلين من اشكال المستقبل ينفعوا ان انا اعتذر. مش فاهم اصلا يعني ايه تعتذر او تقدم مبررات. زي ما اقول لك مثلا بص سامحني انا مش هقدر ازورك بكره، اصلي I will be studying، انا هكون بذاكر. بص انا مش هقدر احضر فرح اختك بكره، اصلي I will be revising، هكون براجع. بص انا مش هقدر اخرج معاك الخروجه بتاعت بكره، اصلي I will be visiting my grandmother، هكون بزور جدتي. بص انا الحجز بتاع الكوره ده انا نفسي اجي والله وكل حاجه، بس انا مش قادر، اصلي I will be sleeping، انا هكون نايم في المعده. يبقى لما تيجي تعتذر وتقدم مبررات لشخص عن حاجه انت مش هتعملها، تقول له I will be والفعل ing، او ممكن تقول له I am traveling، I am studying، I am revising، I am visiting my grandmother. مضارع مستمر ينفع اما وذا ار الفعل ing، او مستقبل مستمر، كلاهما صحيح. خد بالك الاثنين صح. مثال لده
I can't visit you tomorrow. والله مش هقدر أزورك بكرة. ليه يا سيدي خير؟ قال له والله أصلي I will be studying. أنا هكون بذاكر. بس عايزك تاخد بالك من ملحوظة مهمة قوي قوي قوي. لاحظ إنه لو لقيت في حالة وجود كلمة I'm not sure أنا مش متأكد أو كلمة who knows ومين يعرف يا عالم، عارف أنت اللي هي يا عالم بتاعتنا دي، ومين يعرف ولا مش متأكد، لو لقيت كلمة من الكلمات دي تعرف إن الراجل ده مش متأكد قوي. فبيقول لك إيه؟ بص أصل أنا مش هقدر أزورك بكرة، أصلي I may be studying I don't I'm not sure. هنا بقى اللي خلاني قلت may be مش will be وجود كلمة I'm not sure، يبقى إذا اتوجدت الكلمتين دول أو واحدة منهم أعرف إن أنا ساعتها مش هستخدم will be والفعل ING، لأ ده أنا هحولها إلى may be والverbs ING. مش بستخدم may مكان will إلا في الحالة دي. يعني هتقول لي مثلا ما في ويل والمصدر اللي هي فعل 10 استخدامات الاولى، لا مش بستخدم مكانها ماي خالص خالص. حتى يا مستر لو لقيت كلمه بروبابل او بوسيبل حتى لو ويل على طول. وفي بعد شويه هناخد حاجه اسمها المستقبل التام والهاف والتصريف الثالث، برضو لا مش بستخدم ماي. الحاله الوحيده اللي ممكن استخدم فيها ماي بدلا من ويل هي حكايه ان انا مش متاكد مع المستقبل المستمر تحديدا بس. يبقى مع المستقبل المستمر ممكن جدا استخدم استخدم may be والverbs ing بدلا من will be والverbs ing. عظيم جدا. طيب في استخدامات تانية غير الاستخدام ده بتاع الاعتذار وتقديم مبررات؟ اه ممكن استخدمه للطلب المهذب بطريقة غريبة كده، اللي هو مثلا اقول لك ايه، هو انت هتكون بتستخدم الموبايل بتاعك بكرة؟ فتقول لي ليه؟ اصل اقول لك انا عايز استخدمه. هو انت ناوي تستخدم الديكشنري بتاعك بكره؟ ليه؟ اصل انا هستلفه منك. هو انت هتكون بتستخدم العربيه بتاعتك بكره؟ ليه؟ اصل انا عندي فرح اخويا عايز كده. يعني هنا المستقبل المستمر استخدمه في الطلب، اقول لك will you be using، هل هتكون بتستخدم الحاجه دي؟ will you be using. يبقى هنا الاستخدام الثاني للطلب المهذب باستخدام كلمه او عباره will you be using، هو انت هتكون بتستخدم الحاجه دي؟ will you be using your car I want it، انا عايز العربيه انت هتكون بتستخدمها؟ will you be using كذا. يبقى انا كده عرفت المستقبل المستمر اللي هو will be والفعل ing للاعتذار وتقديم المبررات هو وكمان المضارع المستمر، وكمان بستخدمه للطلب باستخدام will you be using. ممكن استبدل will be may. اه طيب في كلمات معينه لو شفتها اعرف ان في مستقبل مستمر هنا. اه في كلمات مهمه جدا لو شفتها تعرف ان في مستقبل مستمر، عايزك تحط لي تحتها مليون خط. اول حاجه لازم تاخد بالك منها انه لو لقيت، انا عايز اقول لك هنا علامات المستقبل المستمر. ايه هي علامات المستقبل المستمر؟ اهم علامة انك تلاقي كلمة من كلمات المستقبل زي tomorrow مثلا زائد موعد اخر. يا خبر ابيض، مهمة قوي قوي ان اقول لك مثلا tomorrow morning بكرة الصبح، tomorrow evening بكره بالليل، tomorrow at 7 o'clock بكره الساعه 7، tomorrow at 8 o'clock بكره الساعه 8. tomorrow ومعاها ميعاد تاني مش will والمصدر، will be والفعل ing. حط لي خط كبير تحت المعلومه دي واكتبها. بتكتب معايا كل كلمه طبعا، انا عامل كشكول وبتكتب معانا مش كده؟ will be والفعل ing بتيجي لما يبقى فيه tomorrow او اي موعد او اي كلمه من كلمات المستقبل مع ميعاد تاني، ميعاد اخر. هقول لك مثلا مثال tomorrow morning بكره الصبح كتبت tomorrow معاها ميعاد تاني، يبقى will be والفعل ing I will be studying انا هكون بذاكر. ده اهم علامه من علامات المستقبل المستمر. في علامات تانية، في كلمات تانية بتيجي مع المستقبل المستمر زي مثلا اقول لك this time زي دلوقتي، next كذا زي دلوقتي، الاسبوع الجاي زي دلوقتي، السنه الجايه زي دلوقتي، الشهر الجاي، او in مده time في مدة كذا، in 3 years time في خلال 3 سنين هكون خلصت كذا، in 4 months time في خلال 4 شهور هكون خلصت كذا. يبقى هنا العلامتين دول، بس أنا عايزك تاخد بالك إن العلامتين دول بيجوا مع المستقبل المستمر وهيجوا بعد شوية مع حاجة اسمها المستقبل التام. يعني دول بيجوا مع زمنين، مستقبل مستمر ومستقبل تام. إنما إنك تلاقي كلمة من كلمات المستقبل ومعاها موعد آخر دي مستقبل مستمر بس. يعني الاتنين دول
بيجوا مع المستقبل المستمر والمستقبل التام. هنشرحها المستقبل التام بعد شويه. فافتكر لي الاثنين دول, this time next week و this time next month و this time next year, او in واي مده بقى, 3 شهور 4 سنين 5 ساعات اي حاجه, وكلمه time in مده time او this time next كذا. تقول لي السؤال المشهور قوي اللي بتساله كل مره, طب افرض مثلا يا مستر لقيت الكلمه دي this time next week ومديني في الاختيارات مستقبل مستمر ومستقبل تام, اختار مين؟ مش ممكن يحصل لان الاثنين صح, فهيجيب لك يا اما مستمر بس يا اما تام بس. طيب تعالى نقول مع بعض المستقبل التام. المستقبل التام اللي هو عباره عن will have والتصريف الثالث زمن اسمه المستقبل التام. ركز معايا كويس, المستقبل التام شكله ايه؟ المستقبل التام ده, المستقبل التام ده اللي هو عبارة عن الشكل بتاعه او التكوين بتاعه will have زائد التصريف التالت. ده معناه ان على ميعاد معين هكون اتممت كذا, هكون خلصت كذا. بص يا باشا زي بعضه, زي دلوقتي الاسبوع الجاي انا هكون اتممت مذاكرة, هكون خلصت امتحانات. will have والتصريف التالت هكون اتممت او انهيت شيء معين. will have والتصريف التالت. تعالى بقى نقول اهم علاماته, اهم علامات المستقبل التام. ايه اهم علامات المستقبل التام؟ ركز معايا كده, اهم علامات المستقبل التام, اهم كلمة هي كلمة باي زائد موعد في المستقبل. يا خبر ابيض, عايز اقول لك ان دي هي اللي بتيجي في الامتحان كل مرة. باي tomorrow, باي next week, باي next month, باي 2030 باي 7 o'clock على حلول الساعه 7 اللي هي لسه ما جاتش, باي اي موعد في المستقبل من غير ما تفكر مستقبل تام. دي علامه مهمه قوي قوي قوي. بيجي بعدها في الاهميه بيفور زائد موعد في المستقبل برضو, يعني دي كمان تعتبر من العلامات المهمه. بيجي كمان معاها this time next كذا, زي دلوقتي الاسبوع الجاي, زي دلوقتي الشهر الجاي, زي دلوقتي السنه الجايه, وان مده تايم ان 3 ويكس تايم في خلال 3 اسابيع, ان 3 مانثس تايم في خلال 3 شهور. بس الكلمتين دول بيجوا مع المستقبل التام ده وبيجوا مع المستقبل المستمر, يعني الاثنين دول ممكن يجوا مع المستقبل التام وممكن يجوا مع المستقبل المستمر, انما باي وبيفور دول ما بيجوش غير مع المستقبل التام بس. مثال, خلي لي هنا العلامات دي موجوده واديني مثال يا مستر. بص يا سيدي العزيز, باي tomorrow بحلول الغد I will have finished, هكون خلصت the book, هكون خلصت الكتاب. طيب اديني مثال كمان, by 2035 بحلول عام 2035 I will have finished my studies, هكون خلصت دراستي خالص, هكون خلصت الدراسة كلية وجامعة وكله خلاص على حلول عام 35 هكون انهيت الدراسة تماما. يبقى هنا يا شباب, هنا يا رجالة, بستخدم باي مع موعد في المستقبل بروح على المستقبل التام, باي او بيفور مع موعد في المستقبل او this time next كذا وان مدة تايم. بالشكل ده احنا كده خلصنا شرح زمن المستقبل التام وخلصنا شرح أزمنة المستقبل عموما. تعالى راجع لك عليهم كلهم كده بسرعة في سلايدز علشان تراجع معايا سريعا زي ما تعودنا انا وانت مع بعض ان احنا بنراجع بالسلايدز بعد ما بنشرح القاعدة. خليك معايا علشان نراجع على السلايدز. اهو يا شباب احنا كده دلوقتي معانا سلايدز شرح زمن أزمنة المستقبل عموما, وتعالى سريعا انا وانت نراجع عليهم كده مع بعض. بص يا سيدي, بيقول لك كل الروابط الزمنية إذا جاء بعدها أحد أزمنة المضارع بيجي على الجانب الآخر من الجملة زمن المستقبل. والكلام ده كلام مهم جدا 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 جدا, لازم تبقى عارفه. يعني إيه الكلام ده؟ معناه إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني عايز أقول لك إنه أي رابط after و as soon as و before و by the time و once, أي رابط لو جه بعده مضارع, أي نوع من أنواع المضارع, مضارع بسيط أو مضارع تام, احفظ ده كلام مهم جدا. أي رابط, وممكن تكتبه معايا دلوقتي, أي رابط هيجي بعده مضارع النص الثاني مستقبل من غير ما نفكر. يعني لو في رابط مثلا زي
after. وبعد مضارع after I arrive النص الثاني I will والمصدر على طول. يبقى دايما كل الروابط الزمنية إذا جاء بعدها أحد أزمنة المضارع بندى على الجانب الآخر من الجملة مستقبل. يعني رابط لو جه بعد المضارع يبقى المستقبل يليه، أو لو الرابط في النص وجاي بعد المضارع يبقى المستقبل قبله. فإذا جاء الرابط في أول الجملة يأتي بعده المضارع ثم الفصلة ثم المستقبل، والعكس إذا جاء وسط الجملة بيجي المستقبل قبله والمضارع بعده بدون فصلة. طيب تعال نشوف كده الروابط اللي هي مين؟ after و as soon as و before و by the time و when و if و till و until و as و just as و once و immediately و the moment و the day. كل دي تعتبر روابط بيجي بعدها مضارع وقبلها مستقبل. لاحظ انه لا يصح وضع المستقبل بعد الرابط مباشرة ابدا، مستحيل يجي بعد الرابط مستقبل، يعني بعد الرابط مباشرة لازق فيه على طول مستقبل، ده غلط، دي اكبر غلطة ممكن تقع فيها. ولكن اما قبل الرابط على طول او بعد الفصلة. لاحظ انه اي شكل من اشكال المستقبل يجوز استخدامه في هذه الحالة، يعني كلهم زي بعض. ممكن استخدم will والمصدر، ممكن استخدم am or are going to، ممكن استخدم المستقبل التام، وممكن استخدم المستقبل المستمر. لاحظ ان المضارع قد يكون مضارع بسيط او مضارع تام او مستمر، ما عندناش مشكلة. وادي امثلة when وبعدها arrive مضارع will والمصدر. طب لو انا كتبت after وبعدها مضارع visit will والمصدر. طب لو كتبت before وبعدها مضارع تام have studied will والمصدر. طب لو كتبت when في الاول وبعدها come مضارع will والمصدر. طب لو انا جبت when في النص وكتبت come بعدها قبلها will والمصدر. كلهم زي بعض، اي رابط هيجي بعده مضارع الناحية التانية مستقبل. امتى بستخدم will؟ استخدامات will، اولا will زاد المصدر، ده شكل مشكل المستقبل will زاد المصدر I will have، وممكن تنفي ب will not زي ما اتفقنا want، وممكن تسأل ب will في أول الكلام أهو I want to have lunch أو she want to play tennis. لو عايز تعمل مبني مجهول هتستخدم tennis will be، والتصريف الثالث will be play، ده يعني هيتلعب، ده المجهول بتاع المستقبل. طيب الاستخدامات، قرار سريع التليفون بيرن I will answer، تنبؤ بدون دليل It will rain tomorrow. عرض I will help you. طلب Will you help me. وعود Promise I will buy you a new car. تهديد I will punish you هعاقبك. تحذير بأور اللي هو warning زي study hard or you will get bad marks، ذاكر كويس إلا هتاخد درجات وحشة. حقائق مستقبلية اللي هي العمر I will be 42 next month. الحالة الأولى من قاعدة if، if وبعدها مضارع will زائد المصدر if you study you will succeed. مع بعض الكلمات I think و I believe و I'm sure و I assume و I'm afraid و I dare say I doubt I expect I hope I know I suppose I wonder perhaps certainly definitely possibly surely. أي كلمة من دول بتيجي على طول بيستخدم will والمصدر. لاحظ استخدامات شل، ان ممكن تيجي شل مكان ويل بس بتيجي مع اي ووي بس، يعني هي زيها زي ويل بالظبط في كل حاجه بس بتكون مع اي ووي فقط. اما ويل بتيجي مع كل الناس بما في ذلك اي ووي، يعني ويل تيجي مع كل الضمائر لكن شل بتيجي مع اي او وي فقط. I shall never forget you، عمري ما هنساك انت. طب امتى going to؟ going to اللي هي اما وذا ار زائد going to زائد المصدر، وادي امثله النفي بتاعها طبعا am او is او are not going to. الاستخدامات بقى بتاعت going to، التنبؤ بدليل he is studying hard he is going to get high marks، في دليل هنا اللي هو بيذاكر. الخطط البلان زي he planned he is going to the park he is going to go to the park، هنا في خطأ، المفروض he is going to وبعدها المصدر go to the park، كده اصبحت مضارع مستمر وده مش مظبوط، ده مش دقيق. طيب النية intend أو intention، أفنان intends to play tennis she is going to start within a week. القرار المتخذ مسبقا زي لما الاقي كلمة have decided و have made up my mind و have made a decision I have decided I am going to study French. مع كلمات التحذير التي تتنبأ بوشوك الحدث أو حدوث الحدث، حاجة هتحصل watch out و look out و take care و be careful watch out you are going to fall. Present continues to talk about the present the future، المضارع المستمر للكلام عن المستقبل. ازاي استخدم مضارع مستمر اللي هو اما وذا ار زي الفعل زي جي علشان اعبر عن المستقبل زي I am taking the train. امتى؟ قال لك عندما اكون قد اخذت خطوه ناحيه التنفيذ I booked the tickets حجزت تذاكر وخدت خطوه I am traveling. ايه كمان؟ بتيجي كمان عند الترتيب لعمل شيء، يعني لما تلاقي كلمة prepare أو preparations أو arrange أو arrangements رحيق arranged everything رحيق مرتبة كل حاجة she is opening her new company tomorrow هتفتتح الشركة الجديدة بتاعتها بكرة.
مع المناسبات والحفلات والرحلات اللي طبعا الحاجات دي بتحتاج لترتيبات زي my wedding party is tomorrow I'm getting married. المضارع البسيط عشان يعبر عن المستقبل والفعل زد اس او اي اس او اي اس او المصدر طبعا في حالة الجمع the train arrives at 5 او الجمع طبعا بيستخدم المصدر we have a test next week بستخدمه مع الجداول الزمنية الثابتة مثل مواعيد القطارات والطائرات والامتحانات والبرامج والمباريات وغالبا بيكون كاتب لك الساعة the train leaves القطار بيمشي او يرحل at 7 o'clock. لاحظ الصفات المؤقتة تصلح كدليل. الصفات المؤقتة لما اقول لك فلان سعيد فلان حزين تنفع دليل واستخدم معها going عادي. He is nervous هو متعصب دلوقتي he is going to shout هيزعق at me هيزعق لي. الدليل اقوى من I think يعني لو لقيت في نفس الجملة I think وهي كلمة بتوديك على will ودليل لا يبقى مشي كلام الدليل. الدليل اقوى من I think نستخدم going to اذا اجتمع. He is clever I think he is going to win. امتى بستخدم will have والتصريف الثالث او المستقبل التام يعبر عن حدث سوف يكون تم قبل او بحلول وقت معين في المستقبل by موعد في المستقبل I will have finished my studies. يستخدم المستقبل التام مع تعبيرات by زائد موعد في المستقبل او before زائد موعد في المستقبل او this time next كذا بيجي بعد next this time كلمة من كلمة المستقبل او in ومدة وtime. مثال in 3 years time I will have studied all the course this time next week I will have arrived. احنا بنراجع طبعا على اللي احنا قلنا من شوية. انت بستخدم المستقبل المستمر اللي هو will او may be والverbs ing وقلنا ان may دي بتيجي لما بكون مش متأكد تستخدم may بدلا من will في حالة عدم التأكد لما الاقي كلمة I'm not sure انا مش متأكد I'm not sure او who knows ويعلم مين عارف. I will be traveling at 9 tomorrow اخدت بالك tomorrow معها معاد تاني tomorrow ومعاد تاني يبقى will be والفاز ing مستقبل مستمر. I may be, may be traveling I'm not sure انا مش متأكد. بستخدم المستقبل المستمر لتقديم مبررات والاعتذار عن شيء في المستقبل وفي هذه الحالة يمكن استخدام المستقبل المستمر او المضارع المستمر كلاهما صحيح. I can't go with you مش هقدر اروح معاك ليه because الاثنين صح I will be studying او I am studying مستقبل مستمر او مضارع مستمر. كمان يستخدم المستقبل المستمر مع الكلمات بتاعت المستقبل اذا ذكر معها موعد اخر tomorrow at 5 o'clock I will be reading. يستخدم المستقبل المستمر في السؤال للطلب المهذب زي will you be using هتكون بتستخدم الحاجة دي your car tomorrow. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة وقاعدة المستقبل عموما واشكال المستقبل قاعدة مهمة جدا جدا جدا. اتمنى تكون ركزت في كل كلمة وكتبتها معانا. اتمنى كمان تكون سجلت الملاحظات وتكون مركز معانا. ما تنسوناش في دعواتكم ان شاء الله. بحبكم جدا 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 في الله واشوفكم دايما على خير. الى اللقاء.